بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من سلسلة دروس كتاب أحكام القرآن للعلامة الشيخ أبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف باليصاص رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله، قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لا يخلو من أن يكون راجعا إلى صلاة معهودة، لأن الخطاب كما تعلمون هذا خطاب موجه إلى بني إسرائيل. فقال الشيخ رحمه الله: لا يخلو من أن يكون هذا الخطاب، الأمر بالصلاة، راجعا إلى صلاة معهودة كانت مفروضة على بني إسرائيل على غير الكيفية التي نحن نصلي عليها، وزكاة معلومة وقد عرفها، يعني قال: وأقيموا الصلاة، الصلاة المعهودة، فتكون اللام هنا للعهد، أو أن يكون متناولا صلاة مجملة وزكاة مجملة موقوفة على البيان. إلا أن قد علمنا الآن أنه قد أريد بهما فيما خوطبنا به من هذه الصلوات المفروضة والزكوات الواجبة، إما لأنه كان ذلك معلوما عند المخاطبين في حال ورود الخطاب، أو أن يكون كان ذلك مجملا ورد بعده بيان المراد فحصل ذلك معلوما، يعني صار ذلك معلوما، كان مجملا ثم بعد الإجمال ورد البيان. وأما قوله واركعوا مع الراكعين، فإنه يفيد إثبات فرض الركوع في الصلاة، وقيل إنما خص الركوع لأن أهل الكتاب لم يكن لهم ركوع في صلاتهم، وعليه يكون أهل الكتاب الآن مخاطبون بقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني أقيموا صلاة المؤمنين، لم يكن لهم ركوع في صلاتهم فنص على الركوع فيها. ويحتمل أن يكون قوله واركعوا عبارة عن الصلاة نفسها كما عبر عنها بالقراءة في قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فيكون كما قال قبل قليل، فيكون ذلك النص دالا على ركنية الركوع في الصلاة. وقوله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمعنى صلاة الفجر، يعني المراد بقرآن الفجر هنا صلاة الفجر، فينتظم وجهين من الفائدة. ينتظم، فاعل ينتظم، قوله واركعوا مع الراكعين يكون شاملا أو مفيدا لأمرين اثنين، فينتظم يعني قوله تعالى واركعوا مع الراكعين وجهين من الفائدة، أحدهما إيجاب الركوع لأنه لم يعبر عنها عن الصلاة بالركوع إلا وهو من فرضها، لأنك أنت لا تعبر عن الشيء بجزء منه إلا إذا كان هذا الجزء ركنا، جزءا أصليا من هذه الذات، من هذا الشيء، لذلك يعبر
عن الذات بالرقبة، يعبر عن الذات بالوجه. والثاني، الفائدة الثانية، الأمر بالصلاة مع المصلين، يعني أن يؤدي هذه الصلاة مع إخوانه من المؤمنين. فإن قيل قد تقدم ذكر الصلاة في قوله وأقيموا الصلاة، فغير جائز أن يريد بعطف الركوع عليها الصلاة بعينها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فأمر أولا بإقامة الصلاة، فهل يعقل أو يجوز أن يكون المراد بقوله واركعوا مع الراكعين أن يكون المراد بالركوع هنا الصلاة؟ تقدم ذكر الصلاة. قيل له هذا جائز إذا أريد بالصلاة المبدوء بذكرها التي ذكرت أولا في قوله وأقيموا الصلاة، هذا جائز إذا أريد بالصلاة المبدوء بذكرها الإجمال دون صلاة معهودة، يعني وأقيموا الصلاة الصلاة المجملة ثم بينها فقال واركعوا مع الراكعين، أعني بتلك الصلاة التي ذكرتها سابقا، الصلاة التي فيها ركوع وهي صلاة المسلمين. فيكون حينئذ قوله واركعوا مع الراكعين إحالة لهم على الصلاة التي بينها بركوعها وسائر فروضها. وأيضا لما كان الصلاة أهل الكتاب بغير ركوع، وكان في اللفظ احتمال، في لفظ أقيم الصلاة احتمال رجوعه إلى تلك الصلاة، يعني في احتمال أن يفهم أهل الكتاب بأن القرآن أمرهم أن يصلوا الصلاة التي فرضت عليهم في زمن موسى عليه السلام وفي زمن عيسى عليه السلام، كي يخرج من هذا الاحتمال قال واركعوا مع الراكعين، يعني أدوا الصلاة مع المصلين المسلمين. وهذا يقتضي أن تكون الصلاة التي أمر بها في قوله وأقيموا الصلاة هي نفس الصلاة التي أمر بها المسلمين، وليست الصلاة المعهودة. قال وكان في اللفظ احتمال رجوعه إلى تلك الصلاة، بيّن أنه لم يرد الصلاة التي يتعبد بها أهل الكتاب بل التي لها بل التي فيها الركوع. وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، ينصرف الأمر بالصبر على أداء الفرائض التي فرضها الله واجتناب معاصيه وفعل الصلاة المفروضة. يعني كأن الباري جل وعلا يقول استعينوا بالصبر على فعل المأمورات واجتناب المنهيات. وفي هذا بيان من الله عز وجل أن فعل المأمور يحتاج إلى صبر. ليه؟ لأن فيه مشقة. يعني هذا بيان من الله سبحانه وتعالى، كأنه يقول لنا لا تظنن بأن فعل الطاعات لا مشقة فيها، بل فيها مشقة، وأي مشقة، فتحتاج إلى صبر. ولا تظنن بأن ترك المحرمات ليس فيه مشقة على النفس، بل فيه مشقة، ويحتاج ذلك ترك المنهيات يحتاج إلى صبر. وهذا تعليم وإرشاد وبيان لنا. فقال ينصرف الأمر بالصبر على أداء الفرائض التي فرضها الله واجتناب معاصيه وفعل الصلاة المفروضة. لأن أحبابنا أصل التكليف، ما هو التكليف؟ التكليف طلب ما فيه كلفة، يعني طلب ما فيه مشقة.
وكل أمر فيه مشقة يحتاج إلى صبر. وقد روى سعيد عن قتادة أنهما معونتان على الطاعة الله تعالى، أنهما معونتان على طاعة الله تعالى، يعني الصبر والصلاة كل منهما يعين على طاعة الله عز وجل. وأحبابنا الملاحظ بأن الصلاة هي من أيسر العبادات. إذا لاحظنا تجد كثير من الناس يفعل الموبقات ويفعل الطامات ولكنه يصلي، يقيم الصلاة، بل ربما تجده في الصفوف الأولى في المسجد. فالصلاة والصبر كل منهما إذا استعان، لذلك جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه يحدثنا عن سيدي رسول الله، لعله سيأتي بذكر الحديث، يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا وقعت فيه مشقة شدة لجأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى صلاة ركعتين، فيستعين بهذه الصلاة على تحمل المشقة أو البلية أو المعضلة التي وقع فيها. وفي ذلك أيضا تعليم لنا نحن أيضا، إذا ما وقعت في أمر ما افزع إلى صلاة ركعتين على أي نية كانت، قضاء الحاجة، صرف البلاء، الإعانة، نافلة مطلقة، افعل ركعتين، فيكون في هاتين الركعتين إن شاء الله مدد من الله سبحانه وتعالى. وفعل الصلاة لطف في اجتناب معاصيه وأداء فرائضه، يعني كما كأنه أراد والله تعالى أعلم بأن أداء الصلاة معين على أداء الفرائض التي هي غير الصلاة، ومعين على اجتناب المعاصي. وكلكم يحفظ ذاك الحديث الذي جاء فيه أن الصحابة أتوا إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشكوا له أن فلان يفعل كذا وكذا من المنكرات إلا أنه يصلي، فماذا كان الجواب؟ إن صلاته ستنهاه عن فعل هذا المنكر، يعني ما دام هو يصلي إن شاء الله يعني في أمره في يعني مرجو صلاحه مرجو إن شاء الله، كقوله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويحتمل أن يريد به يعني بقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، ويحتمل أن يريد به أو أن يراد به أن يريد الله به يعني الصبر والصلاة المندوب إليهما للمفروضين، وذلك نحو صوم التطوع وصلاة النفل، إلا أن الأظهر أن المراد المفروض منهما، لأن ظاهر الأمر الإيجاب واستعينوا بالصبر والصلاة الإيجاب، ولا يصرف إلى غيره، إلى الأمر المطلق لا يصرف إلى غير الوجوب إلا بقرينة، إلا بدلالة. وقوله تعالى وإنها لكبيرة واستعينوا بالصبر والصلاة، ذكر أمرين ثم قال وإنها لكبيرة، قال فيه رد الضمير على واحد مع تقدم ذكر اثنين. فالشيخ يقول لك بأن هذا الضمير الواحد وإنها نعم المراد به وإنهما، فيه رد الضمير على واحد مع تقدم ذكر اثنين. في الحقيقة أهل التأويل، أهل التفسير، العلماء اختلفوا في عود الضمير في قوله تعالى وإنها
لكبيرة، وإنها لشاقة لثقيلة. فذهب بعض العلماء وبعض المفسرين بأن الضمير هنا راجع إلى الصلاة وحدها خاصة. إيه نعم. ليه؟ قال لأن الصلاة تعظم تثقل على بعض الناس أكثر مما يعظم الصوم، أكثر مما يعظم الصوم. وأنا أعرف وأنتم تعرفون أظن، يعني أنا أعرف أناسا كثيرين كانوا يصومون ولا يصلون، يصومون ولا يصلون. نعم. فذهب بعضهم إلى أن الضمير هنا وإنها يعني الصلاة خاصة. نعم. وقيل كذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الضمير هنا نعم يعني راجع عليهما، على الصلاة والصبر. ولكن يعني كن أرجعه إلى الصلاة، قال وإنها، قال لأنها الصلاة الأغلب، من باب التغليب، من باب التغليب. وقيل قول ثالث أيضا كما ذهب عليه الشيخ رحمه الله بأن الضمير هنا راجع إليهما معا، راجع إلى الصلاة وإلى الصبر، ولكن حذف ذلك اختصارا، حذف ذلك اختصارا، كما في قوله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، ما قالوا آيتين، مع أن عيسى عليه السلام هو بحد ذاته آية، ومريم عليها السلام كذلك ما حصل معها بحد ذاته آية، فهذا من باب الاختصار. لذلك قال الشيخ رحمه الله كقوله والله ورسوله أحق أن يرضوه، فأعاد الضمير المفرد على مذكورين، وقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، فكذلك ذكر أمرين وأعاد رد ضمير الواحد فقط، أورد ضمير الواحد، انفضوا إليها ما قال إليهما. وقول الشاعر فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، وقيار هنا اسم فرس وقيل اسم ناقة. قال قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يحتج به فيما ورد من التوقيف في الأذكار والأقوال بأنه غير جائز تغييرها ولا تبديلها إلى غيرها. وهناك عندنا أذكار لا يصح أن نزيد فيها أو أن ننقص عنها، يعني مثلا الأذكار الواردة عقيب الصلاة التسبيحات والتحميدات والتكبيرات، وختامها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه ينبغي أن نحافظ عليها. كذلك مثلا عقيب صلاة الفجر 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ما بصير نفعلها 11 مرة أو 9 مرات، كذلك 7 مرات اللهم أجرني من النار، كذلك 3 مرات بسم الله الذي لا يضر، 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات. هناك أذكار ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي عليه الصلاة والسلام لقبيصة يا قبيصة إذا صليت الفجر فقل 3، وقوله للصحابي الذي شكى إليه ألما فقال ضع يدك على ما تألم من جسدك ثم قل 7 مرات، ما يصح 8 مرات إلى آخره. قال يحتج بها فيما ورد من التوقيف في الأذكار والأقوال بأنه غير جائز تغييرها ولا تبديلها إلى غير، إلا إذا ورد دليل
إلا إذا ورد دليل فلا مانع، كما في التلبية، كما في التلبية لما الإنسان يلبي في الحج ورد صيغة معينة، لبيك اللهم لبيك إلى آخره، هذه الصيغة لا يصح أبدا أن ننقص عنها منها شيئا، ولكن هل يباح أن نزيد فيها؟ قال العلماء لا مانع من ذلك، بدليل أن الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يزيد فيها، فإذا دل دليل على الزيادة فلا حرج. قال غير بأنه غير جائز تغييرها ولا تبديلها إلى غيرها. وربما احتج به علينا المخالف في تجويزنا تحريمة الصلاة، في تجويزنا يعني الحنفية احتج على الشافعية كيف تجيزون الصلاة، الشروع بالصلاة بغير تكبيرة الإحرام الله أكبر، في تجويزنا تحريمة الصلاة بلفظ التعظيم والتسبيح بأن نقول الله أجل الله أعظم عوض عن قولنا الله أكبر، والتسبيح يعني يحتج بهذه الآية علينا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، المشروع أن نقول الله أكبر، فمن أين جئتم بالله أعظم. وفي تجويز القراءة بالفارسية على مذهب سيد أبي حنيفة، وفي تجويز النكاح بلفظ الهبة، هذا كله ظاهر إيش؟ تبديل. والبيع بلفظ التمليك، الشافعية لا يصح عندهم عقد البيع إلا بلفظ البيع، بعتك واشتريت، لا يصح عندهم بألفاظ أخرى، عندهم بيع المعاطاة ممنوع قولا واحدا، أعطيني وخذ، عند الشافعية ممنوع قولا باع، ما يصح، لا ينعقد الملك، الملك محظور في بيع المعاطاة عندهم، وما جرى مجرى ذلك. وهذا لا يلزمنا فيما ذكرنا، يعني هذا الاحتجاج غير وارد علينا نحن، لأن قوله تعالى فبدل الذين ظلموا إنما هو في القوم الذين قيل لهم، يعني هذا خاص بحالة ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني قولوا حطة يعني يا رب اغفر لنا ذنوبنا، حط عنا ذنوبنا، يعني حط عنا ذنوبنا، ادخلوا الباب ساجدين وأنتم تدعون بأن يغفر الله لكم ذنوبكم. قال الحسن وقتادة قال ابن عباس أمروا أن يستغفروا، وروي عنه أيضا أنهم أمروا أن يقولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم. وقال عكرمة أمروا أن يقولوا لا إله إلا الله، فقالوا بدل هذا حنطة حمراء تجاهلا واستهزاء. وروي إذن هذا التغيير الذي فعله بني إسرائيل، فعلوه بدلوه استهزاء وسخرية واستخفافا بالمأمور به. وروي عن ابن عباس وغيره من الصحابة وعن الحسن إنما استحقوا الذم لتبديلهم القول إلى لفظ في ضد المعنى الذي أمروا به. لاحظ استحقوا هذا الذم، أتوا بضد ما أمروا به، لا بمعناه مثلا اجتهدوا فأتوا بمعناه، بل أتوا بضده استخفافا واستهزاء وسخرية، إذ كانوا مأمورين بالاستغفار والتوبة فصاروا إلى الإصرار والاستهزاء. فأما من غير اللفظ مع اتفاق المعنى فلم تتناوله الآية، إذ كانت الآية إنما تضمنت الحكاية، الآية الآن جاءت تحدثنا عن قوم، عن فعل قوم غيروا اللفظ والمعنى جميعا فألحق بهم الذم بهذا القوم، وإنما يشاركهم في الذم من يشاركهم في الفعل مثلا بمثل،
فأما من غير اللفظ وأتى بالمعنى فلم تتضمنه الآية، على العكس الذي غير اللفظ وأتى بالمعنى هو حقيقة يعمل بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا فيه من التيسير ما فيه، وإنما نظير فعل القوم إجازة من يجيز المتعة مع قوله تعالى، لاحظ وإنما نظير فعل القوم يعني فعل قوم بني إسرائيل، من أولئك الذين يجيزون نكاح المتعة مع وجود قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فقصر استباحة البضع على هذين الوجهين، فمن استباحه بلفظ المتعة مع مخالفة النكاح وملك اليمين من جهة اللفظ والمعنى فهذا الذي يجوز أن يلحقه الذم بحكم الآية. وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، إلى قوله وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها، إلى آخر الآية. قال أبو بكر في هذه الآيات وما اشتملت عليه من قصة المقتول وذبح البقرة ضروب أنواع من الأحكام والدلائل على المعاني الشريفة، فأولها أن قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا وإن كان مؤخرا في التلاوة فهو مقدم في المعنى على جميع ما ابتدأ به من شأن البقرة، لأنه الذي حصل أولا القتل، نعم، وليس التخيير من بقرة من مطلق البقرة ثم البقرة الصفراء إلى آخر ذلك، لأن الأمر بذبح البقرة إنما كان سببه قتل النفس، وقد قيل فيه وجهان، يعني لماذا أخر في الذكر؟ أحدهما أن ذكر القتل وإن كان مؤخرا في التلاوة فهو مقدم في النزول، يعني نزلت أولا قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا ثم نزلت بعد ذلك الآيات الأخرى، والآخر القول الثاني أن ترتيب نزولها على حسب ترتيب تلاوتها ونظامها، وإن كان مقدما في المعنى يعني وإن كان يعني ذكر القتل وإن كان ذكر القتل وإن كان يعني ذكر القتل مقدما في المعنى، لأن الواو لا توجب الترتيب، كقول القائل أذكر إذ أعطيت 1000 درهم زيدا إذ بنى داري، لاحظ أذكر إذ أعطيت 1000 درهم زيدا إذ بنى داري، أول شيء الذي حصل البناء الدار، والبناء مقدم على العطية، والدليل على أن ذكر البقرة مقدم في النزول قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، الآن الدليل على أن ذكر البقرة مقدم في النزول، مقدم في النزول على إيش؟ على ذكري وإذ قتلتم نفسا، فدل على أن البقرة قد ذكرت قبل ذلك ولذلك أضمرت، ونظير ذلك قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام بعد ذكر الطوفان وانقضائه قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل، ومعلوم أن ذلك كان قبل إهلاكهم،
لأن تقديم الكلام وتأخيره إذا كان بعضه معطوفا على بعض بالواو غير موجب ترتيب المعنى على ترتيب اللفظ. وهذا مبني كما قال على أن الواو لا تفيد الترتيب، يعني لا توجب الترتيب. وقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قد دل على جواز ورود الأمر بذبح بقرة مجهولة غير معروفة ولا موصوفة، اذبحوا بقرة، ويكون المأمور مخيرا في ذبح أدنى ما يقع الاسم عليه. لذلك إذا أمرت شخصا ما بفعل قلت له مثلا اشرب، فذهب فشرب أي شراب، لك ليس لك أن تلومه، ليس لك أن تلومه إن شرب مثلا شراب عصير البرتقال ولم يشرب عصير الليمون، وتقوله أنا أردت عصير الليمون، يقول لك أنت أمرت بمطلق الشراب دون ذكر دلالة تخصص هذا المأمور. فالباري لما قال اذبحوا بقرة هذا مطلق، لم يحتف بقراء تخصص هذا المأمور به، فلو أتوا بأي بقرة لا يلامون لأنهم نفذوا الأمر المطلق كما أمروا به. وهذا فيه تعليم بأنك إذا أردت أن تأمر بأمر ينبغي أن تأمر بما تريد مع كامل الإيضاح والتفصيل والبيان، كي لا توقع نفسك أنت في حرج مع من أمرت ولا توقع المأمور في حرج معك، فليس لك أن تلومه وهو غير ملام أيضا. لاحظ، قال دل على جواز ورود الأمر بذبح بقرة مجهولة غير معروفة ولا موصوفة، ويكون المأمور مخيرا في ذبح أدنى ما يقع عليه الاسم، أدنى ما يقع الاسم عليه. وقد تنازع معناه الفريقان من نفاة العموم ومن مثبتيه، واحتج به كل واحد، يعني من نفى العموم ومن أثبته احتج بنفس النص هذا، واحتج به كل واحد من الفريقين لمذهبه. فأما القائلون بالعموم الذين يثبتون العموم فاحتجوا به من جهة وروده مطلقا اذبحوا بقرة، فكان ذلك أمرا لازما في كل واحد من آحاد ما تناوله العموم، يعني كان الأمر بالذبح، كان الأمر بالذبح أمرا لازما في كل واحد من آحاد ما تناوله عموم لفظ البقرة. إذا قال فكان ذلك أمرا لازما في كل واحد، في كل فرد من أفراد ذلك اللفظ الذي يدخل تحت قولي إيش البقرة، لفظ البقرة. وأنهم لما تعنتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراجعة مرة بعد مرة شدد الله عليهم التكليف وذمهم على مراجعته بقوله فذبحوها وما كادوا يفعلون. روى الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لو اعترضوا أدنى بقرة، لو أتوا بأدنى بأي بقرة كانت فذبحوها لأجزت عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. وروي نحو ذلك عن ابن عباس وعبيدة وأبي العالية والحسن ومجاهد. قال واحتج من أبى القول بالعموم بأن الله تعالى لم يعنفهم
على المراجعة بدءا، يعني في البداية ما عنفهم في المراجعة الأولى والمراجعة الثانية، ما عنفهم الباري عز وجل. ليه؟ لماذا لم يعنفهم؟ قال أن مراجعتهم كانت بحق، وهي أن هذا اللفظ نعم لا يدل على العموم، لا يفيد العموم. ولو كان قد لزمهم تنفيذ ذلك على ما ادعيتموه من اقتضاء عموم اللفظ لورد النكير في بدء المراجعة لأنكر عليهم في أول أمر، في أول مراجعة. قال وهذا ليس بشيء، يعني القول بنفي العموم والاستدلال له بهذه الطريقة هذا لا شيء، لا يلتفت إليه، يعني غير مقبول، لأن النكير ظاهر عليهم في اللفظ من وجهين. يعني الإنكار عليهم ليس من الضروري أن يكون لفظيا، ولكن هناك أحيانا بطريقة الكلام يفهم منه الإنكار. قال لأن النكير ظاهر عليهم في اللفظ من وجهين، أحدهما تغليظ المحنة عليهم، تغليظ المحنة عليهم، فلما نقل الباري عز وجل المأمور به من مطلق البقرة إلى بقرة موصوفة، هذا ماذا تفهمون منه؟ هذا فيه إنكار، هذا نوع من الإنكار على فعلهم، حيث أطلق البقرة ثم خصصها فضيق عليهم بعدما وسع، فالتضييق بعد التوسيع نوع إنكار على المأمور. قال تغليظ المحنة عليهم، وهذا ضرب نوع من النكير، كما قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لاحظ، فتحريم الطيبات، تحريم الطيبات عليهم نوع من أنواع الإنكار عليهم، لولا أنه أنكر عليهم لما حرم عليهم الطيبات. هذا إيش الوجه الأول؟ قال النكير عليهم في اللفظ ظاهر من وجهين، ذكر الوجه الأول. قال والثاني، الوجه الثاني قوله تعالى وما كادوا يفعلون، وهذا يدل على أنهم كانوا تاركين للأمر بدءا من البداية، من بداية قوله تعالى اذبحوا بقرة هم عازمون ترك الأمر، وأنه قد كان عليهم المسارعة إلى فعله. فقد حصلت الآية على معان، حصلت الآية يعني قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيها معان هذه الآية، أحدها وجوب اعتبار عموم اللفظ فيما يمكن استعماله، فاللفظ الدال على العموم إنما يعم جميع ما يندرج تحت هذا اللفظ، فكلمة البقرة تحتها أفراد مما يفيد معنى البقرة، لا تتناول الخيول ولا الأغنام ولا الإبل. قال وجوب اعتبار عموم اللفظ فيما يمكن استعماله، فيما يمكن اندراجه تحت هذا اللفظ، مما يمكن أن يكون فردا من أفراد هذا اللفظ. والثاني أن الأمر على الفور، أن الأمر يفيد الوجوب على الفور لا على التراخي، وهذا مذهب الإمام الكرخي، مذهب الإمام الكرخي أن الأمر يفيد الفورية، والثاني أن الأمر على الفور، وأن على المأمور المسارعة إلى فعله، إلى فعل المأمور به،
على حسب الإمكان طبعا، وأن على المأمول المسارعة، هذا مستفاد من أين استفاده الشيخ الرازي رحمه الله؟ هذا مستفاد من التضييق عليهم بسبب عدم المسارعة، فلما ضيق عليهم بسبب عدم المسارعة دل على أن المسارعة إلى تنفيذ المأمور به واجب، وإلا لما ضيق عليهم. قال: والثاني أن الأمر على الفور، وأن على المأمور المسارعة إلى فعله على حسب الإمكان حتى تقوم الدلالة على جواز التأخير. والثالثة، الفائدة الثالثة، المعنى الثالث الذي استفيد من قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، جواز ورود الأمر بشيء مجهول الصفة مع تخيير المأمور في فعل ما يقع الاسم عليه منه. يعيد: جواز ورود الأمر بشيء مجهول الصفة، تأمره بشيء معلوم الذات، إلا أن هذه الذات هناك أوصاف تخرجها من العموم إلى الخصوص، فيجوز لك أن تأمر بشيء عام غير موصوف. قال: جواز ورود الأمر، يجوز شرعا أن يرد الأمر علينا بشيء مجهول الصفة مع تخيير المأمور في فعل ما يقع الاسم عليه منه. واضح أظن، والله أعلم الكلام. والرابع وجوب الأمر. نعم تفضل. ذكرت يعني هذا الأمر على الفور، هذا عندنا خلاف مولانا فيه خلاف عندنا طبعا، عندنا فيه قولان. القول الذي عليه جمهور العلماء الحنفية أن الأمر لا يجب على الفور، وإنما هو على التراخي الأمر، يعني مثلا الأمر بقضاء الصيام، نحن مأمورون فمن أفطر في رمضان بعذر ثم أصبح قادرا على الصيام هو مأمور الآن بالقضاء. الزكاة، وجبت علي زكاة المال، هل يجب علي في أول يوم في تمام الحول في اليوم الثاني يجب علي؟ قال: لا، الأمر هنا يفيد التراخي، أنت مخير تدفع الزكاة الآن، بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد سنة، لا حرج عليك. الإمام الكرخي ومن وافقه قال: لا، الوجوب الأمر يدل على الفورية، تم الحول الآن تخرج الزكاة، والقضاء كذلك يجب عليك في أول أوقات الإمكان، هذه يعني الفورية. إيش الفورية؟ أن تأتي بالمأمور به في أول أوقات الإمكان، وهذا طبعا الأحواط في الدين، هذا أحواط. قال: والرابع الأمر المستفاد أيضا من هذا النص القرآني وجوب الأمر تمام، وجوب الأمر يعني معنى هذا الكلام يستفاد من هذه الآية وجوب الأمر، يعني الأمر المطلق يدل على الوجوب. يستفاد من هذه الآية وجوب الأمر، يعني يستفاد من هذه الآية أن الأمر المطلق يدل على الوجوب، هذا معنى قولي إيش؟ وجوب الأمر. نعيد: والأمر الرابع وجوب الأمر، وأنه لا يصار، لا ينتقل هذا الأمر، لا يفيد الأمر
المطلق غير الوجوب إلا بدليل. فلا نقول هذا الأمر يدل على الندب، قال ولا، وأنه لا يصار إلى الندب إلا بدلالة. فإذا يستفاد من هذه الآية أيضا أن الأمر المطلق يدل على الوجوب، وأن الأمر لا الأمر المطلق لا يخرج من دلالته على الوجوب إلى دلالته على الندب والإباحة وغير ذلك إلا بدليل، إلا بصارف. والرابع وجوب الأمر، وأنه لا يصار إلى الندب إلا بدلالة، إذ لم يلحقهم الذم إلا بترك الأمر المطلق من غير ذكر وعيد. بمعنى أنهم أمروا بذبح البقرة، ولم يقترن، لاحظوا أحبابنا، ولم يقترن هذا الأمر بوعيد على عدم الامتثال. أمروا بذبح البقرة، وهذا الأمر بذبح البقرة لم يكن مقترنا بوعيد على عدم الامتثال، فدل على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. ولو كان الأمر المطلق لا يفيد الوجوب لاقتضى أن يذكر الأمر هنا مقيدا أو مقترنا بوعيد على عدم الفعل. ولما كان الأمر المطلق يفيد الوجوب لم يحتاج إلى أن يقرنه بوعيد على عدم الامتثال. واضح أحبابنا؟ إذ لم يلحقهم الذم إلا بترك الأمر المطلق من غير ذكر وعيد. أورد أمرهم أمرا مطلقا غير مقترنا بوعيد على الترك، ثم ذمهم على عدم الفعل. ليه؟ لأن الأمر المطلق يفيد الوجوب، لذلك استحقوا الذم. فلو كان الأمر المطلق لا يفيد الوجوب لما استحقوا الذم على الترك. لو كان الأمر المطلق لا يفيد الوجوب لما استحقوا الذم على الترك، وللزم أن يقترن الأمر المطلق بوعيد على عدم الامتثال. قال والخامس، المعنى الخامس المستفاد من هذا النص القرآني، جواز النسخ قبل وقوع الفعل بعد التمكن منه. جواز النسخ، أمر الشارع بأمر وتمكن المأمور من فعل ما أمر به، إلا أنه تقاعس، مضى زمان عليه ولم يفعله، فيجوز أن ينسخ هذا الأمر قبل أن يفعله المأمور به. قال جواز، وهذا ما حصل في هذا النص القرآني، أمروا أن يذبحوا بقرة مطلقة وكانوا متمكنين من الذبح فلم يفعلوا، فنسخ ذبح مطلق البقرة بذبح بقرة موصوفة، ثم تقاعسوا، فنسخ ذبح البقرة الصفراء ببقرة موصوفة بأوصاف أشد. إذن جواز النسخ قبل وقوع الفعل، يعني قبل امتثال المأمور بما أمر به مع التمكن من فعل ما أمر به، ذلك أن زيادة هذه الصفات في البقرة كل منها قد نسخ ما قبلها، لأن قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة اقتضى
ذبح بقرة أيا كانت أيا كانت وعلى أي وجه شاء. أحيانا أقرأ الكلام يكون مكتوب في الطباعة مطبوعة خطأ، أقرأها صوابا كي يصحح يعني الكتاب. وقد كانوا متمكنين من ذلك، فلما قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، فقال إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، نسخ التخيير الذي أوجبه الأمر الأول في ذبح البقرة الموصوفة بهذه الصفة وذبح غيرها، وقصروا على ما كان منها بهذه الصفة، صاروا قاصرين ملزمين ببقرة على هذه الصفة. وقيل لهم افعلوا ما تؤمرون، فأبان أنه كان عليهم أن يذبحوا من غير تأخير على هذه الصفة أي لون كانت وعلى أي حال كانت من ذلول أو غيرها. فلما قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، نسخ التخيير الذي كان في ذبح أي لون شاء منها، وبقي التخيير في الصفة الأخرى من أمرها. فلما راجعوا أيضا بعد ذلك نسخ ذلك أيضا وأمروا بذبحها على الصفة التي ذكر، واستقر الفرض عليها بعد تغليظ المحنة وتشديد التكليف. وهذا الذي ذكرنا في أمر النسخ دل على أن الزيادة في النص بعد استقرار حكمه يوجب نسخه، دل على أن الزيادة في النص بعد استقرار حكمه، ما هو الحكم الآن المستقر؟ الذبح. استقر وجوب الذبح عليهم، أن الزيادة في النص بعد استقرار حكمه يوجب نسخه، لأن جميع ما ذكرنا من الأوامر الواردة بعد مراجعة القوم إنما كان زيادة في نص كان قد استقر حكمه فأوجب نسخه. قال ومن الناس من يحتج بهذه القصة في جواز نسخ الفرض قبل مجيء وقته، لأنه قد كان معلوما أن الفرض عليهم بدءاً قد كان بقرة غير معينة، فنسخ ذلك عنهم قبل مجيء وقت الفعل، وهذا غلط، لأن كل فرض من ذلك قد كان وقت زمان فعله عقيب ورود الأمر في أول أحوال الإمكان، واستقر الفرض عليهم وثبت ثم نسخ قبل الفعل، وهذا ما قاله أولا جواز النسخ قبل وقوع الفعل بعد التمكن منه، أي تمكنوا من الفعل ثم نسخ، وليس نسخ قبل التمكن من الفعل كما يقول هذا القائل. قال فلا دلالة فيه على إذن على جواز النسخ قبل مجيء وقت الفعل قبل التمكن من الفعل يعني، وقد بينا ذلك في أصول الفقه. قال والسادس دلالة قوله لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. نقف عند الفائدة السادسة التي استفيدت من قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.